اي حاجه ليها طابع انساني بتهتم بصحه المواطن المصري، ان الدوله تشتغل ان يكون عندنا مواطنين اصحاء وان علاجهم تتكفل بيه الدوله، وده حق وواجب. خالد كان بيتكلم على المبادره الرئاسيه اللي علاقه ب 100 مليون صحه، وكمان الكشف عن الاطفال المدارس انيميا وتقزم وما الى اخره. كمان احنا عندنا مبادره رئاسيه ثانيه اللي هي بعنوان نور حياه، كشف على العينين ونشوف لو في اي مشاكل لا قدر الله، اللي محتاج نظاره، اللي محتاج عمليه جراحيه. بكره نور حياه هيبتدوا شغلهم في محافظه بني سويف للكشف والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الابصار على الكبار. طبعا في حاجه للكبار وفي حاجه للصغيرين، يعني اللي احنا بنتكلم يعني كل الفئات العمريه متاح ليها طبعا انها تكون موجوده تطمن على نفسها، وان الدوله تعالج وتكشف بالمجان. المرحله الاولى من هذه المبادره اللي تستهدف الكشف الطبي على 147 الف مواطن و660 الف تلميذ في المرحله الابتدائيه. عندنا كمان المفترض هيكون في اجراء 20 الف عمليه ميه بيضاء، تسليم 132 الف نظاره طبيه للتلاميذ. وعلى فكره الموضوع ده مهم جدا، لانه لما تابعنا القصه دي من خلال فقره هنا في الحياه اليوم، عرفنا ان المشاكل الخاصه بضعف الابصار عند الاطفال كبيرة جدا جدا في المدارس، وللأسف ولا الولاد بيبقوا عارفين ولا الأهالي. الطفل بيبقى مش عارف ان دي الرؤية الصحيحة ولا لا، يعني هو خلاص هو اتولد او حصل مثلا ضعف في الإبصار وهو مش قادر ولا مدرك انه في ضعف او ما الى اخره، وبالتالي كمان الأسرة ما تعرفش لان ما فيش شكوى. فان احنا نروح لولادنا ونكشف عليهم زي ما بنتابع دلوقتي على الشاشة ونطمن الأهالي، واذا كان الولد محتاج نظارة نعمل كده، اذا كان في لا قدر الله اي عملية نلحق برضو قبل ما الموضوع يتفاقم. يعني حتى اسم المبادرة ولا أروع، لأن فعلا ما فيش أغلى من نور عينينا، ده نور حياة، يعني ده حياتنا. نور عينينا والإبصار ده نعمة لا تقدر بثمن طبعا. عندنا في 11 محافظة في المرحلة دي، السويس والإسماعيلية واسكندرية والشرقية والدقهلية، الجيزة، بني سويف، المنيا، إنا، الأقصر، مرسى مطروح، عشان أهالينا برضو اللي سمعينا دلوقتي يعرفوا إن هم ضمن هذه المرحلة ومتاح ليهم طبعا التواجد والكشف. كمان قصة إنه مش بس عن طريق وسائل الإعلام بيتم يعني معرفة هذه الحملة أو المرحلة الأولى ليها، لكن في جهد كبير بيبذل إنه الناس دي بتكون في قوافل طبية متنقلة ويروحوا المدارس بنفسهم. يعني مش مطلوب أبدا إن الأهالي ياخدوا الولاد ويروح، إحنا عندنا في الدراسة، فبيبقى سهل طبعا التواجد في المدارس وإجراء الكشف الطبي. قوافل مبادرة نور حياة هتوفر خدمة الكشف الطبي للعيون على الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية، توفير الأدوية لازمة للحالات اللي بتكتشف إصابتها، بالإضافة كمان زي ما قلت حضراتكم للنظارات الطبية وأي عمليات جراحية لا قدر الله ممكن أي حد يكون محتاجها.